إيران أقحمت العراق ضمن دائرة الصراع المباشر بينها وبين إسرائيل في توقيت حساس للغاية. تفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة من خلال ما نشر خلال 24 ساعة الماضية من بيان قادم من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. نتحدث عن جهاز الاطلاعات الإيراني الذي نشر بيانه على عدد من الوكالات الإيرانية مثل التسنيم وكذلك إيرنا. التفاصيل تحدثت ببساطة بأن هنالك ثلاث عناصر ممن هم مرتبطين بالجماعات الانفصالية وكذلك لديهم ارتباطات بإسرائيل كانوا قد دخلوا الأراضي الإيرانية قادمين من إقليم كردستان. وهذه المجموعة كانت تخطط لبناء خلايا أساسا في الداخل الإيراني لكي تقوم بعملية زعزعة استقرار الداخل الإيراني، إشعال التظاهرات والاضطرابات على إيران. لا بل إنهم كانوا كذلك يحملون أسلحة بحسب هذا البيان، وجاءت القوات الأمنية الإيرانية لتواجه هذه العناصر بمجرد ما دخلت الحدود واشتبكوا معهم طبعا، وفي نهاية المطاف تمكنوا من قتل شخص واحد وكذلك إلقاء القبض على الشخصين الآخرين وقاموا بضبط الأسلحة. ولم يتحدثوا عن طبيعة هذه الأسلحة التي قاموا بضبطها، ما إذا كانت أسلحة خفيفة، قنابل، قاذفات أو حتى قطع تابعة للطائرات المسيرة أو غيرها من هذه الأسلحة. وهذا توقيت حساس للغاية من قبل الجانب الإيراني في أن تتحدث عن هذه المسألة وما هو مرتبط أساسا في إقليم كردستان، لأن أساسا إيران الآن تهدد بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي طال العمق الإيراني من فوق الأجواء العراقية، فوق محافظة صلاح الدين ومن فوق محافظة السليمانية، وكذلك أيضا دخلت الطائرات بحسب العديد من المصادر إلى الأجواء الإيرانية ونفذت العديد من العمليات إن كانت في طهران أو إن كانت حتى في شرق طهران. وبالتالي إيران تريد الانتقام وهي تثير هذه المسألة الآن. وسبق أساسا لإيران وأن أثارت العديد من المسائل والاتهامات على إقليم كردستان بأن هنالك العديد من النشاطات والمقرات كذلك للموساد الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف قامت بضرب هذه المقار ورجال الأعمال كذلك الكرد العراقيين في العديد من المناسبات دون تقديم أي أدلة أو صور بطبيعة هذه الارتباطات. هل هم فعلا مرتبطين بالموساد الإسرائيلي أو أن هنالك أي مقاطع توضح من هروب هذه العناصر؟ وبعد ذلك كان هنالك ترتيبا بين العراق وبين إيران، ومن المفترض أن تكون هنالك قوات عراقية قد انتشرت أساسا على طول هذه الحدود بين إقليم كردستان وكذلك أيضا بين إيران، ولكن ها هي إيران تثير هذه المسألة تحديدا في هذا التوقيت الذي نتحدث عنه. وصدق أو لا تصدق، إيران أساسا كانت تخطط لضرب إقليم كردستان خلال الشهرين الماضيين، وذلك من أجل الانتقام لمن؟ لإسماعيل هنية الذي اختاره الموساد الإسرائيلي في نهاية شهر يوليو. إسرائيل لم تتبنى هذه المسألة نهائيا، وبحسب مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كان قد تحدث في ذلك الوقت في 19 من أغسطس كما تلاحظون بأن إيران تخطط ضرب عدد من الأهداف في أذربيجان وهدف واحد في إقليم كردستان، وهذا الهدف هو آجي أمين المسؤول الاستخباري والأمني المهم للغاية سابقا في السليمانية، والذي تم إلقاء القبض عليه في شهر يناير من عام 2022 بتهمة واضحة بأن لديه تخابر مع مخابرات إقليمية. بعدها بعشرة أشهر تم فصله من وظيفته ومن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وانتقل من السليمانية إلى أربيل. وفي شهر يناير من هذا العام تحديدا قامت إيران بضرب عدد من الأهداف في داخل إقليم كردستان، وبعد ذلك اتضح بأن آجي أمين كان إحدى هذه الأهداف. وكالة تسنيم آنذاك وصفت هذا الرجل بأنه كبير عملاء الموساد في إقليم كردستان، ولكن بعد ذلك اتضح بأن إيران لم تتمكن من اغتياله وهو نجا من هذه المحاولة، وكان هو هدفا بحسب ما تحدث عنه مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية لإيران للانتقام لما جرى لإسماعيل هنية. لكن الفاتورة فجأة أصبحت باهظة الثمن على الجانب الإيراني، وابتعد عن ضرب إقليم كردستان أو حتى تصعيد الأمور للمرة الأولى على الإطلاق مع أذربيجان بعدما قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة كبيرة في العاصمة اللبنانية بيروت وقاموا باغتيال السيد حسن نصر الله وكذلك عباس نيلفروجان. وهنا أصبحت إيران محرجة وقامت بتوجيه ضربة في الأول من أكتوبر على إسرائيل. إسرائيل
قامت بالرد وها هي تهدد من أجل تحقيق هذا الهجوم. بالتالي توجيه ضربة غير مباشرة هو سيناريو محتمل في ظل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، خاصة وأن الجانب الإيراني بالنسبة له الوضع صعب للغاية بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وبعد كل ما كشف من تفاصيل بأن بطاريات الأس 300 قد دمرت، بطاريات أغلب وأهم المنظومات الدفاعية التي تحمي أهم المنشآت الموجودة أساسا في الداخل الإيراني، وكذلك المنظومات الرادارية وحتى الرادارات التي تستخدم في توجيه الصواريخ ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر. وهذه الضربات أدت ليس فقط لإضعاف القدرات الدفاعية لإيران، لا أبدا، بل حتى القدرات الهجومية. وإن هاجمت إيران وإن كانت قادرة على الهجوم على إسرائيل، فإن إسرائيل لازالت لديها الرغبة في الانتقام لمحاولة الاغتيال التي طارت طبعا بنيامين نتنياهو في 19 من أكتوبر. وقد تعطي هذه الضربة المباشرة إن حققتها إيران فعلا الذريعة الكاملة لإسرائيل، وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة مواقع مهمة في ظل شلل المنظومات الدفاعية وكذلك الرادارية التي تحمي كما تحدثنا منشآت مهمة مثل المفاعلات النووية أو حتى أيضا المنشآت النفطية، مع التذكير بأن واحدة أو ثلاثة من الخزانات الموجودة في أبادان الفارغة من الوقود تماما قامت إسرائيل باستهدافها في رسالة بأنها قد تضرب مثل هذه المواقع. بالتالي بالنسبة للجانب الإيراني هنا إن قام بضرب إقليم كردستان في ظل هذا البيان الخطير في هذا التوقيت الحساس، لن تكون هنالك كثير من الذرائع لإسرائيل لتحقيق أي ردة فعل، لأنها لا تستهدف في حقيقة الأمر وليس استهدافا ولا يعتبر استهدافا لإسرائيل، خاصة وأن إيران فشلت في الكثير من الأحيان من التحدث أو تقديم أي أدلة عن وضع الموساد الإسرائيلي إن كان موجودا في العراق أو لا. وبالتالي مثل هذه الضربة ستكسبهم الكثير من المكاسب، وأهم المكاسب كذلك هو إنقاذ حزب الله اللبناني الذي يعاني ما يعانيه في لبنان من ضغط هائل للغاية، وهنالك فرصة فعلا لتحقيق اتفاق بين حزب الله اللبناني وكذلك بين إسرائيل لإيقاف إطلاق النار. فكانت هنالك أو كان هنالك اليوم لقاء كما هو واضح في إسرائيل في تل أبيب بحضور بريت ماكورغ أموس هاكستين مع نتنياهو من أجل إيقاف إطلاق النار تحديدا في لبنان، وكانت هنالك وثائق مسربة لطبيعة هذا الاتفاق وتقدم هذا الاتفاق. والولايات المتحدة لم تؤكد طبعا هذه الوثائق، ولكن ما تم تأكيده من موقع أكسيوس الأمريكي بأن هنالك تقدما وثقة عالية من الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الاتفاق فعلا سيتم في ظل الشروط الكثيرة التي ذكرت من خلال هذه الوثائق أو حتى من مصادر أخرى، وفي ظل أيضا أن إسرائيل بحسب لبنان يونيت تراكر أوضحت بأنها قد انسحبت، لاحظ باللون الوردي، هي مناطق تقدم سابقة لإسرائيل باتجاه الحدود الجنوبية للبنان، أي بمعنى بأنهم قد انسحبوا من كل هذه المناطق وبقيت إسرائيل متقدمة بشكل كبير هنا في عيترون وكذلك أيضا باتجاه الخيام وتخوض معاركا في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت هي دمرت البنى التحتية الخاصة بحزب الله اللبناني من أنفاق هجومية من مستودعات للأسلحة، وحولت المنطقة أشبه بالبفر زون أو المنطقة الآمنة الخاصة بها مع وضع شروط كثيرة في هذه المسألة. بالتالي يتضح هنا بأن هنالك مفاوضات ممكن أن تكون مهمة للغاية بالنسبة لوضع حزب الله اللبناني في المستقبل، وبالتالي إن قامت إيران بأي هجوم على إسرائيل قد يضطر حزب الله للمشاركة ويتم تدمير هذا الاتفاق المحتمل للغاية. أيضا في نفس الوقت كما نلاحظ بأن روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد تحدث بأن هنالك اتفاقا أمنيا يشمل المنظومات الدفاعية الموجهة لإيران، بالتالي إيران بحاجة للتعافي على المستوى الدفاعي أيضا، وأي ضربة الآن على إسرائيل ستفتح النار طبعا على منظوماتها العسكرية. كذلك أن أي ضربة إيرانية على إسرائيل وردة فعل من إسرائيل سريعة على إيران في ظل تفاصيل نشرتها CNN الأمريكية عن طريق مسؤول إسرائيلي قال بأن الضربة الإيرانية محتملة أساسا حتى قبل الانتخابات الأمريكية، مثل هذا السيناريو قد يشعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وقد يخدم كثيرا دونالد ترامب ولا يخدم أبدا كامالا هاريس التي من الممكن أن تحقق الكثير بالنسبة للجانب الإيراني على مستوى التفاوض الاتفاق النووي وغيرها. دونالد ترامب قد يكون سيناريو سيء للغاية بالنسبة للجانب الإيراني، ودونالد ترامب أساسا حاليا بحسب ديسيجن ديسك كما نلاحظ بحسب
أيضا عدد من استطلاعات الرأي أوضحت بأنه متقدم في 5 من 6 ولايات من الولايات المتأرجحة على كامالا هاريس. الأرقام يوميا تتغير وتتقارب بين الطرفين، ولكن ما يظهر ديسيجن ديسك بأن الولايات المتأرجحة 5 منها هو متقدم بها، وتحديدا عندما نتحدث وأهم هذه الولايات هي بنسلفانيا وجورجيا التي تصل نقاطها كما نلاحظ 19 لبنسلفانيا وجورجيا كذلك 16. بالتالي هنالك فرص لدونالد ترامب للفوز. أي ردة فعل إيرانية الآن مباشرة على إسرائيل، تليها ردة فعل من إسرائيل، سيكون وضعا صعبا للغاية، كذلك في ظل أن هنالك دعوات من جيب بوش أخو جورج دبليو بوش وهو حاكم فلوريدا السابق مع كلير جونغمان وهي مسؤولة التانكر تراكرز، قاموا بنشر مقال على الواشنطن بوست يطالبون ويعتقدون بأن من المهم الآن للولايات المتحدة الأمريكية أن تطبق الضغوط القصوى على الجانب الإيراني، وهي بالضبط الاستراتيجية التي كان يتبعها دونالد ترامب مع الجانب الإيراني. كذلك أن إيران بدأت تعلم تماما بأن إسرائيل تعرف الكثير عن طبيعة صناعة الصواريخ والوقود الصلب الخاصة بالجانب الإيراني والصواريخ البالستية البعيدة المدى، وواحدة من الأدلة على ذلك هي إحدى الاستهدافات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية مؤخرا على إيران والتي طالت شمس آباد. هذه النقطة تحديدا كانت قد ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي، ضرب هذا المبنى وضرب كذلك هذا المبنى وهذين المبنيين نوعا ما لم يكونا من ضمن الأهداف، أي أنه تم تدمير هذا المصنع وكذلك هذا المصنع، وهذه هي كانت الصورة الحقيقية لهذا الموقع من شمس آباد. هو نفس الموقع تماما، وتلاحظ بأننا فعلا أمام دمار لهذا المبنى ودمار لهذا المبنى، وهذه المنشآت لم تكن هدفا لكنها تضررت بشكل كبير كما هو واضح من عدد من الأجزاء لهذه المنشأة. في بادئ الأمر كان يعتقد بأن إحدى المنظومات الدفاعية الإيرانية سقطت إحدى صواريخها الاعتراضية على الصواريخ الإسرائيلية، وبالتالي هذا مبنى عادي ومصنع عادي، ولكن بعد ذلك اتضح بأن هذه شركة تايكو في نهاية المطاف، وهذه الشركة اتضح بأنها تقوم بتصميم الميكسر كما تلاحظون، هي الخلاطات الكوكبية التي تستخدم في عملية تصنيع الوقود الصلب المهم للغاية بالنسبة للصواريخ البالستية البعيدة المدى. بالتالي نتحدث هنا عن أساس والبنية التحتية والتوريد للصواريخ الإيرانية هو يبدأ أساسا من هنا، من هذه الأجهزة تحديدا التي تستخدم في صناعة الوقود الصلب، وبالتالي تلاحظ هنالك الكثير من المؤشرات والإشارات على موقعهم وتاريخ هذه الشركة، وهذا يوضح بأنها كانت هدفا واضحا لهم. كذلك صور من الأقمار الصناعية واضحة لطبيعة استهداف منشآت صاروخية مهمة إلى أقصى شرق إيران في خوجير على سبيل المثال. هذا المبنى لاحظ جاءت صور محدثة من القمر الصناعي توضح كيف أن هذا المبنى قد دمر بالكامل، هنا قبل وهنا بعد، لاحظ المبنى كيف أنه قد دمر بالكامل. كذلك في بارجين أيضا إحدى المواقع الاستراتيجية المهمة، 4 نقاط هي التي استهدفت، إذا ما اقتربنا من هذه المباني الثلاثة سنلاحظ هنا قبل وهنا بعد. تلاحظ أن هنالك دمار كبير طال هذه المباني، وأن التحديثات من القمر الصناعي أظهرت أن ما ظهر سابقا من هذه المباني كان صحيحا وكان دقيقا للغاية، حتى هذا المبنى إلى الشرق المحمي للغاية والذي يعتبر من المباني السابقة في عملية الاختبارات للأسلحة النووية للجانب الإيراني أيضا كان قد دمر بهذه الطريقة. بالتالي إسرائيل تعرف الكثير عن إيران وعن منشآتها الصاروخية، والأمر لا يقتصر على المنشآت النووية وكذلك حول منظوماتها الرادارية وغيرها، بالتالي ضربة غير مباشرة سيكسب إيران الكثير في نهاية المطاف، لكن هل سيحدث هذا الأمر؟